الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، حضرات الحكم والزملاء في الدروس، أيها المسلمون، في ملتهب القضايا العالمية الكاسرة والمحن السياسية الهاسرة والفتن المدلهمة الكاسرة تنبجس قضية تفصيلية جد مهمة، أصلها ثابت منيف وفرعها باسط مريف، لها دلالات كعذب رحيق ورسم وضيع رقيق. كيف وقد قام الإسلام على جانب من هامة وركن لسعادة البشرية ركين، ولكن من أسف لاعج غابت أنهارها وانقطعت أنوارها لدى كثير من الناس دون خجل أو إحساس. تلكم يا رعاكم الله هي قضية القيم المزهرة والشيم الأفاضة المبهرة التي اعتقت الإنسان من قيشه وضروره إلى مدارات الحق ونوره، ومن أوهاق جهله وشروره إلى علياء ذكائه وحضوره. معاشر المسلمين، وفي إرشاد العالم إلى أعالي القيم وقمم الشيم، جاء الإسلام بالمساواة بين الأجناس والتراحم بين الناس في تآلف